يقول السائل: ما علامات ليلة القدر؟ الله أعلم، ليلة القدر خفية لم يبينها الله لنا من أجل أن نجتهد في جميع الليالي، ليس لها علامات ثابتة بأدلة، ولكن الناس يتوقعون ويذكرون أشياء وقعت لهم أو تخيلوها، الله أعلم بصحتها. إنما علينا الاجتهاد في جميع هذه الليالي التي هي أرجى ما تكون لليلة القدر، ولو لم نعرف علاماتها. لو كان لها علامات لتبينت للرسول صلى الله عليه وسلم. ليس لها علامات واضحة أو أن الله بينها لنا، فلماذا نتكلف هذه الأمور؟ علينا إذا كنا حريصين على هذه الليلة أن نجتهد في جميع الليالي، جميع هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، من أجل أن تمر علينا ونحن في طاعة الله عز وجل، ونحصل على خيرها وبركتها بإذن الله. نعم.